لكن دلوقتي خلينا نروح نطمن على النادي الأهلي اللي هيبدأ النهارده أولى مباريات كأس العالم للأندية بلقاء مونتيري المكسيكي في ظل غياب عدد كبير من لاعبي الأهلي سواء للإصابات أو للتواجد مع المنتخب. فخلونا نطمن على بعثة الأهلي والتشكيل المتوقع لليوم مع كريم سعيد معانا من الإمارات الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا كريم، ولو تطمننا في ظل كل هذه الغيابات سواء مع المنتخب أو كمان الإصابات، بنتكلم عن عدد كبير جدا من الغيابات، فهيكون شكل التشكيل عامل ازاي، وهل هيتم الاستعانه بالناشئين مثلا؟ صباح الخير يا هديل، صباح الخير يا شادي، وصباح الخير صديقي العزيز صبري. طبعا النادي الاهلي النهارده بنتكلم على قائمه بتخش مونديال الانديه، وهي منقوصه من يعني حفنه من اللاعبين سواء بسبب الاصابه او بسبب التواجد مع المنتخب الوطني في كاس الامم الافريقيه. طبعا وضع صعب للغايه بيواجهه الجهاز الفني فيتسو موسيماني، امور كتير طبعا يعني بيحاولوا يظبطوها، لان الراجل غير طريقه اللعب السنه دي واتجه ل 3 4 3. المجموعه الحاليه طبعا عشان يقدر يلعب بيها 3 4 3 مش امر مش سهل خالص، امر صعب للغايه. واعتقد يعني ان هو ربما يكون في الساعات الاخيره استقر على التشكيل، واللي اكيد هنلاقي فيه لاعبين كتير بيلعبوا في غير مركزهم. طيب كريم، في كلام بيقول ان في غيابات وفي اصابات كمان في فريق مونتيري، هل الكلام ده صحيح؟ ولو صحيح كده فرصنا اعتقد تكون كويسه او افضل. لا، ما كل الكلام ان فريق مونتيري منقوص من لاعبين بسبب المنتخب، كل اللاعبين اللي كانوا مع المنتخب المكسيكي وصلوا ستاف مونتيري خلال ال 48 ساعه الاخيره. فريق مونتيري النهارده اعتقد وجهه نظري هيبقى كامل العدد، ما عندهمش اي غيابات يعني حاسمه. الغيابات الاكثر تبقى عند النادي الاهلي، معظم اللعيبه حتى النهارده التشكيل اللي هنشوفه اعتقد هنشوف فيه يعني مثلا ممكن الناس تشوف لويس ميكيسون بيلعب النهارده فولس ناين، بيلعب مهاجم وهمي، لان الوضع طبعا في التشكيل واصرار موسيماني ان هو يطبق طريقته. طيب كريم، هو موسيماني عنده كورونا المفروض، ما اعتقدش انه هيكون موجود في الملعب. لا هو عنده. طب المباراه بتدار ازاي؟ وكمان كان في كلام عن زياره كابتن الخطيب، تاثير ده على الحاله النفسيه للعيبه. نعم، هو طبعا هو عنده مسحه، موسيماني عنده مسحه المفروض نتيجتها تظهر يعني بعد شويه. بناء على نتيجه المسحه دي هيتحدد وجوده على دكه البدلاء من عدم. لو لم يتواجد فاعتقد الكابتن سامي قمصان هو اللي هيقود الفريق خلال المباراه. طبعا كابتن خطيب طبعا يعني المفروض انه وصل امبارح ابو ظبي، وطبعا هياخد يعني جلسه مع اللاعبين قبل المباراه، وان شاء الله اتمنى يعني طبعا هي ظروف صعبه، واتمنى طبعا من الجمهور انه ما يضغطش من اللعيبه، لان الظروف صعبه جدا جدا على الفريق، وان الفريق بيخوض المباراه هامه زي دي في وسط ظروف توقيت صعبة. غلط يا كريم من وجهه نظرك؟ فندم؟ التوقيت، توقيت المباراه. وطبعا طبعا احنا يعني توقيت المباراه ده كتل بحثا بسبب يعني خطا من الاتحاد الدولي، هم اللي حطوا الاجنده وهم اللي حطوا، هم اللي عارفين المواعيد كلها مع الاتحادات، عشان بس الكلام بيتقال ان الفيفا ملوش دعوه بمواعيد الكاف. لا، هو طبعا الاجنده بتتحط بالتنسيق ما بين الفيفا وما بين الاتحادات القاريه كلها. يعني مثلا هل في اي اتحاد قاري يجرؤ ان هو يحط اي ميعاد لبطوله او اي تجارب لفرق في قارته قبل المونديال مثلا بشهر او حاجه بدون الرجوع للفيفا؟ مستحيل. فطبعا الفيفا هو من يتحمل مسؤوليه التضارب اللي احنا شايفينه. يتم مراعاه هذا الامر. توقعاتك للتشكيل؟ نعم، التشكيل ان شاء الله اعتقد هيبقى علي لطفي حارس مرمى، هيتم الاستعانه بمحمد هاني في مركز المساك، لان موسيماني هيكمل 3 4 3، يبقى محمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ثلاثي مساكين. كريم فؤاد هيخش لاول مره كباك يمين، وهيخش على الناحيه اليسرى علي معلول. طبعا في وسط الملعب اعتقد هنشوف اليو ديانج، وهنشوف احمد عبد القادر، وهنشوف في الخط الامامي كل من حسين الشحات ولويس ميكيسون وطاهر محمد طاهر. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في مهمته الصعبه النهارده. كريم سعيد الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك.